السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج البيت. يا رب يومكم جميل وحالكم طيب بإذن الله. النهاردة في برنامج البيت هنتكلم مع حضراتكم عن حساسية الطعام. إيه هو مفهومها؟ إمتى بتظهر على الأطفال وبرضو الكبار أكيد؟ يعني هل كل أنواع الأكل بتعمل حساسية ولا في بتبقى أصناف معينة هي اللي ممكن تسبب الحساسية دي؟ طيب لو ظهر على الطفل حاجة طارئة، ايه المفروض انا كأم الاسعافات الاوليه اللي انا لازم كده الحق ابني او بنتي بيها ونعملها برضو قبل ما نروح للدكتور؟ يعني حاجات اللي هي الاسعافات الاوليه، كل بقى التفاصيل دي واكتر هنعرف النهارده اجابتها من ضيفتنا اللي مورانا النهارده في الاستوديو، الدكتوره ايمان حبيب استشاري التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه. اهلا وسهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي، سعيده اني معاكي وان شاء الله تكون حلقه جميله يا رب ان شاء والناس الله تستفيد ان شاء الله. طبعا يعني كل اي حد عنده اي سؤال النهارده معانا الدكتوره ايمان ان شاء الله هتجاوب معانا على كل حاجه وهنعرف حاجات كتيره جدا. الاول كده دايما بنسمع ان يعني نقول ايه الدواء عمل حساسيه، في ادويه بتعمل حساسيه فناخد بالنا من المكونات من المركبات الحاجات اللي بتبقى في الادويه، لكن حساسيه الطعام دي بقى يعني نفهم ايه حساسيه الطعام دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس خليني اقول في الاول الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، المعده بيت الداء. بيت الداء صحيح. فاحنا كل ما بنفهم اكتر كل ما بنتاكد من المعلومه دي. صح. الحقيقه انه كل الدراسات بتقول انه معظم امراضنا من اول الانفلونزا لغايه الكانسر بتبدا من خلل في الامعاء، خلل في جهاز المناعة اللي موجود في الأمعاء. طبعا هو جهاز المناعة موجود في الأمعاء. أنا عايزة أقول لحضرتك أنه 90% من جهاز المناعة بتاعنا موجود في الأمعاء. فلما يحصل الخلل ده إحنا بقينا عرضة لكل حاجة. طب فإذا صدق رسول الله، المعدة بيت الداء. طيب نرجع تاني لموضوع حساسية الطعام. الحساسية عموما بمفهومها معناها انه الجسم بيبدا يتعامل مع الشيء اللي المفروض انه عادي بطريقه مش عاديه، ياخد يديني كده رياكشن ويديني رد فعل مش طبيعي. فايه اللي يخلي الجسم يعمل كده؟ حاجات بتهيج جهاز المناعه بتاعنا. ما هو رد الفعل ده رد فعل مناعي. رد فعل مناعي طبعا. فالحاجات اللي بتهيج جهاز المناعه ايه؟ حاجات كتيره قوي ملهاش اول من اخر. طيب نرجع لحته بتاع الطعام، ايه اللي في الطعام يهيج جهاز المناعه؟ بالظبط. جميل. خدي عندك بقى يا ستي، ايوه ورقه وقلم كده ونكتب ورا بعض. من اول النباتات او الزراعات اللي بقت كلها معدله وراثيه، اضف الى ذلك التربه اللي بقت بتتعامل بالمبيدات وبالكيماويات علشان تبقى كويسه، ثم الصناعات الغذائية اللي تقريبا بقى أكلنا كله عبارة عن صناعات غذائية. صحيح. مضاف إليها مواد حافظة، مكسبات طعم ولون، إضافات مالئة أو مواد مالئة، مواد كيميائية، حاجات. صحيح. كتيرة ملهاش أول من آخر. ألوان صناعية، ألوان صناعية، مواد حافظة، مكسبات طعم ولون، إحنا بنتكلم فيه كارثة. كل ده أدى في الإيه الآخر؟ في الآخر إنه بقت نسبة حدوث حساسية الطعام عالية جدا. يمكن زمان كناش بنشوفها كتير. صحيح. حقيقة. يعني إحنا بقينا نسمع عن حاجات كتير أصلا دلوقتي. يعني عايزة أصدمك وأقولك إنه تقريبا أي حاجة ممكن ناكلها ممكن يحصل منها حساسية. حساسية الطعام. أي حاجة بناكلها وارد جدا يحصل منها حساسية، لأنه خلاص في حصل خلل في جهاز المناعة ورد الفعل بقى مش طبيعي. لكن في انواع طبعا من الاطعمه بتبقى الحساسيه منها بنسب اعلى من غيرها. صحيح. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هي المشكله دلوقتي ان الاكل مثلا انا باكله ده هو اللي تسبب في ان انا عندي حصل خلل في الجهاز المناعي، ولا ممكن تكون انا عندي مشكله في الجهاز المناعي بتاعي انا فالاكل ده برضو يعمل معاها مشكله؟ في جزء لا يستهان به من امراض الحساسيات عموما له علاقه بالوراثه، يعني جزء وراثي، يعني انا بابا عنده حساسيه، ماما عندها حساسيه، حد في العيله عنده حساسيه، وارد جدا انه ينتقل ان انا يجي لي حساسيه. بس عايزه اقول لك هو ده استعداد جيني. استعداد جيني، لكن بيضاف اليه العوامل الخارجيه. أيوة. يعني انا عندي استعداد ان يحصل لي هذا المرض. صح. لكن لو انا العوامل الخارجيه اللي حواليا مش مهيئه مش هيحصل.
حتى وانا عندي لكن لما يبقى عندي هذا الاستعداد فمع اي مثير خارجي طب خلاص بتحصل. صحيح. لكن طبعا لا نغفل الجزء اللي هو الوراثي او الاستعداد الجيني. جميل جدا. طيب سؤال برضو تاني مهم، انا دلوقتي لازم اتعرض للحاجه يعني مثلا للحساسيه الطعام عشان اعرف ان انا عندي حساسيه لده، ولا ممكن يكون انا عندي بدايات اعرف من خلالها لا ما ينفعش اكل ده عشان ممكن يعمل لي حساسيه؟ يعني بعرف قصه الحساسيه دي ازاي؟ بصي، هو التشخيص بيعتمد في الاساس على حدوث الاعراض. لازم يحصل لي الاعراض عشان انا مش هقدر اعرف ان انا عندي حساسيه من المانجا من غير ما اكل المانجا. صحيح. لكن لازم اكلها عشان اشوف، ولازم اجرب مره واثنين وثلاثه عشان اشخص التشخيص ده. يعني اتعرض لهذا المثير اكتر من مره وفي كل مره يديني رد فعل عنيف. جميل. التشخيص احيانا بيبقى صعب على فكره كمان، رغم انه لانه في اعراض ما بتبقاش واضحه. يعني كتير جدا من انواع حساسيات الطعام الاعراض بتبقى محصوره في الجهاز الهضمي، في المعده، في المعده والامعاء. تديني نادرا لما تديني اعراض، يعني مش هقول لك هي، طبعا في معظم الاحيان احنا ما بنبداش نشخص ونكتشف الا لما تبدا تبان الاعراض. لكن في حالات كتيره ما عنديش اعراض. جميل. مجرد انه بيحصل خلل في عمل الجهاز الهضمي، يبدا عمليه الهضم والامتصاص تبقى مش مظبوطه. لو ربنا كرمني هيبقى يحصل اسهال وترجيع والاعراض اللي احنا عارفينها، لكن احيانا ممكن ما يحصلش ده خالص وتبقى العمليه كامنه جوه، ومجرد اللي يخليني انتبه او ابدا ادور ورا الحاله اني الاقي نفسي بخس بدون سبب واضح، اني الطفل ما يحققش وزنه طول بالمعدل المظبوط، انه ابدا ادور احنا ليه في عندنا ليه كده. صح، تمام. طب حلو، نعرف بقى من حضرتك ايه هي الاعراض الظاهره اللي اول ما انا اشوفها مثلا على حد خلاص او على ابني او بنتي ده عنده حساسيه من الطعام، وابتدي بقى ادور بس اعرف الاول ان هو عنده حساسيه. ايه الاعراض اللي الاعراض اللي بتبقى ظاهره يعني ظاهره بشكل متواتر يعني في حالات كتير؟ انه اعراض ليها علاقه بالجهاز الهضمي، يعني يبدا اكل الاكله دي بطني توجعني، يحصل لي اسهال، يحصل ترجيع، انتفاخ. ده الاعراض اللي ليها علاقه بالجهاز الهضمي. جميل. ممكن تيجي باعراض ما لهاش علاقه بالجهاز الهضمي خالص، زي طفح جلدي، حساسيه. احمرار في العين، ازمه تنفسيه او ازمه ربويه، الصدر، حاجه ما لهاش علاقه خالص بالجهاز الهضمي. وبنفضل نتابع ونعالج على انها حاجه ليها علاقه مثلا بالصدر السنين، حساسيه في الصدر مثلا. وهي اصلا كل ما الطفل مثلا او الكبير يروح يكشف متخيل انه عنده ازمه فبياخد علاج للحساسيه، هو بيريحه بس احنا ما عالجناش السبب. صح، السبب هو التعرض لنوع هذا النوع من الاكل، اما بياكلوا بيبدا، ويمكن الحاجه دي منتشره اكتر في الاطفال يعني. طبعا. طيب انا كأم دلوقتي اول ما الاقي مثلا ولادي حصل فيهم حاجه زي كده، ظهر اي اعراض، المفروض انا على طول اول حاجه اسعفهم بيها ايه قبل بقى ما اشوف ايه السبب في ده؟ بصي، هو الحساسيه انواع، يعني في رد الفعل يعني التحسسي. طبعا. ممكن يبقى بسيط بيتعالج بمجرد ان احنا نشيل المسبب. يعني لو مثلا حصل الدم الفراوله ما اكلش فراوله وخلاص، هتاخد وقتها وتنتهي. تمام. او انه لو الدنيا زياده شويه، رد فعل اعنف شويه، باخد حاجات مثبطات للمناعه للحساسيه، مهدئات للحساسيه. طيب الدنيا اكتر، بضطر ادخل حاجه مثبطات للمناعه زي الكورتيزون. بس طبعا ده باستشاره الدكتور. طبعا بقى. ما هي الحاله بالزبط. في حالات بتضطر ان احنا نطلع على المستشفى على طول، واحيانا بنضطر نخش العنايه المركزه. تخيلي، يعني احنا بنبدا من الاعراض، رد الفعل الجسم انا مش متوقعه ومش عارفاه. فكل حاله بنتعامل معاها حسب هي بتعمل، يعني بتديني اعراض شكلها ايه. في حالات وفي انواع معينه من الحساسيات بتبقى شديده لدرجه انه ممكن العيان يحصل له اختناق مثلا، لو الازمه الربويه شديده، او لو حصل الرياكشن في المنطقه بتاعه التنفس. يعني ممكن الحساسيه، ممكن هو ما عندوش مشكله في الصدر او ما عندوش اصلا حساسيه، بس حساسيه الطعام هي اللي تعمل له كده، تعمل له حاجه في الصدر، عنده اختناق. اختناق يعني تضخم مفاجئ في ال الفارنكس، مش عارف اسمها ايه، الغدة، الحلقوم. او ماشي. تضخم مفاجئ في اللسان.
طب الناس تاخد بالها، لان لو انت مفيش حاجه عندك من الحاجات دي اصلا، يعني ما عندكش حساسيه صدر، ما بيجيلكش فكره الاختناق، تعرف اول ما يحصل ده يبقى انا في حاجه كلتها عملت لي السبب ده. بالظبط. هو غالبا المريض بيبقى عارف انه عنده حساسيه من حاجه، بس ممكن احيانا ما بيبقاش متوقع انه ممكن يكون رد الفعل بتاع جسمه بهذا الشكل العنيف. بهذا الشكل العنيف، صحيح. فجاه. فاحنا بنقول طالما عرفنا ان عندنا حساسيه من حاجه، ايه العلاج؟ اشيل الحاجه دي من اشيل الأكل. الحاجه دي خلاص اتجنبها بكل اشكال. طب يعني حضرتك دكتوره طبعا وعارفه كل الحاجات اللي ممكن يحصل لنا منها حساسيه، ايه ابرز مثلا الاكلات او الانواع من الفاكهه من الخضار من الحاجات دي؟ على فكره من المكسات برضو، يعني مثلا انا هقول لك على حاجه تخصني. مثلا انا ابني حصل له في مره حساسيه، بيشرب الجوافه لوحده وبيشرب اللبن لوحده، جينا عملنا ميكس جوافه بلبن، حصل عنده طفح جلدي زي كان في حاجه قرصاه بس كانت كبيره كده، فده خلاص منعنا قصة الجوافة باللبن. فإيه أشهر الحاجات اللي ممكن تسبب حساسية؟ هو أشهر الأسباب من ناحية الفواكه البنجة، الموز، الفراول. دول أكتر مسببات للحساسية من الفواكه. بيحصل برضو أكتر من فواكه، بيحصل في الأطفال خصوصا حساسية القلبين. الألبان بقى حساسية الألبان بتحصل بشكل بقينا بنشوفها بشكل مبالغ فيه بصراحة. يعني انا عندنا في العياده بتاعه المعهد القومي للتغذيه حساسيه الالبان بقت بنسبه عاليه قوي، وخصوصا في الاطفال اللي بتاخد البان صناعيه. البان صناعيه ليه يعني بقى؟ اللبن الصناعي هو لبن بتاع البقر، هو لبن البقر اصلا. هو مش لبن ام. لا طيب هو سبحان الله هو مكوناته مختلفة عن اللبن اللي ربنا افترض ان احنا نتغذى عليه. صحيح. بالاضافة الى البقرة دي اخذت هرمونات، اتغذت بنباتات معدلة وراثية، طعمت تطعيمات ممكن يكون مش مناسبة لينا كبني ادمين. كلت الاكل الاعشاب والحاجات دي فيها حاجه مشكله مثلا. بالظبط. هي اصلا يعني انا ما جبتش، يعني عايزه نطمن اللبن ده نجيب احنا بقى البقره في البيت وناكلها بقى الاكل لنا عشان نطمن ان اللبن اللي خارج منها سليم. لما طبعا فبقت النسبه منه عاليه جدا، وخصوصا في الاطفال اللي بياخدوه بدري، يعني الاطفال اللي ما بترضعش طبيعي. وفي امهات بقى، ما احنا ده شيء برضو مهم، اصل في امهات بتستسهل او ما بترضاش او تفتكر مثلا لا ده ما بيشبعش، طب انا لازم ادخل له البان تانيه، فلا ما فيش غير بعد اللبن الام الطبيعي. طبعا ما فيش وجه للمقارنه ما بين ده وده. صحيح. واحنا طبيعي مضطرين ان احنا في بعض الحالات نديها البان صناعيه، بس الحقيقه واقع الامر ايه؟ انه استهلاك الالبان الصناعيه في مجتمعنا بيبقى كتير، عالي بطريقه مفزعه. احنا عايزين نرجع تاني للرضاعه الطبيعيه، لانه مفيش وجه للمقارنه السماء والارض ما بين الالبان الصناعيه ولبن الام. الطبيعي يكسب، احنا دايما بنقول كده يعني. طبعا. طب نكمل، يعني حضرتك دلوقتي قلتي من الفواكه الفراوله، في الجوافه، الفراوله والموز والمانجا، الجوافه، احيانا الخوخ كمان. بس بنسبه انا بتكلم على اكتر حاجه بتحصل، الحاجات اللي ما احنا اتفقنا من الاول اي حاجه وارد يحصل منها حساسيه. باختلاف. صحيح. هي بس بيبقى ممكن يكون مكونات فاكهه معينه بتبقى الموضوع ده يعني ايه نسبته زياده مع في مع حاجات الأطفال. طبعا بتبقى نسبتها اكتر من حاجات. زي ايه بقى بالنسبه للفواكه مثلا او لاي حاجه؟ احنا قلنا الفواكه اللي ذكرناها والالبان القمح بيحصل منه نسب حساسيه قمح عاليه جدا ما كناش بنشوفها اطلاقا. القمح بقى من الحاجات برضو بسبب انه معظم المحاصيل معدله وراثيا، معظم المحاصيل مرشوشه، معظم المحاصيل ممكن تكون مخزنه بطريقه مش سليمه، يعني اسباب كتيره قوي. المهم في الاخر القمح بيدخل في حاجات كتيره جدا. القمح فلما بيحصل حساسيه من القمح بتبقى عنيفه الحقيقه. يا خبر ابيض. طب الاطفال بساعات بيحصل لهم الحساسيه مثلا من حاجه معينه، نيجي نمنعهم عن حاجات معينه ما بيرضوش برضو، مش فاهمين انت بتمنعني ليه، يعني نعمل ايه معاهم بقى؟ بصي هو هي مشكله انا خصوصا لما للاسف انه حساسيه الطعام بتيجي في شكل مجموعات يعني لما يحصل حساسيه من حاجه فانا غالبا هيبقى معاها 3 4 كمان.
الرد فعل الجسم بيبقى عنيف للمجموعه كلها، لكل المشتقات بتاعه الماده اللي موجوده هنا، فغالبا موجوده هنا وموجوده هنا وموجوده هنا، فده اللي بيحصل. فلما بنلاقي طفل عنده حساسيات بنبقى احنا مشفقين على الام وعلى الطفل كمان، على الاسره كلها. معاناه أوه. لانه احنا ازاي بنمنع طفل من حاجه هو شايف اخواته في البيت بياكلوها بشكل عادي، انا ليه ما باكلهاش؟ هو مش مدرك ولا فاهم انه ممكن ده يؤذيه. فالنصيحه اللي بنقولها للام يعني الحاجه دي ما يشوفهاش خالص، ما تخشش البيت خالص. ده الحل الاسهل من ان انا ابقى حطاها قدامه واقول له انت ما تمدش ايدك، ده مستحيل، واجيب له الترنيتيف، احاول ادور له على بدايل ياكل حاجات تانية. تمام. برضو في حاجات كتيره جدا هنعرف برضو عشان الام تاخد بالها وتعرف تتعامل ازاي مع الفواكه والخضروات في البيت. ممكن نقلل الاضرار الحساسيه، ده هنعرفه برضو من حضرتك. بس استاذنك استاذ مشاهدينا الكرام، نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وقبل الفاصل كنا هنسأل الدكتورة على يعني ما ينفعش خالص ان انا اي انواع فاكهة او كده اجيبها البيت اغسلها بطريقة معينة، انقعها بطريقة معينة استخدمها بحيث ما تجيبليش حساسية، ولا لا هو فكرة لو عملت ايه الفراولة هتجيب حساسية مثلا لحد او جابت له قبل كده، فمش ما فيش حاجة اسمها ان انت غسلتي ان انت نقعتي ان انت عملتي اي حاجة هتمنع الحساسية؟ هو للاسف مفيش. للاسف مفيش. لكن عايزه اقول ايه، احنا ممكن اللي عنده حساسيه من الفراوله مثلا يمتنع او اي نوع هيمتنع عن اكل النوع ده من الاكل لمده على الاقل سنه اقل حاجه. تمام. ممكن عندي امل انه بعد السنه لما ارجع ادخلها تاني الجسم يقبلها، يعني الهيجان اللي حصل في جهاز المناعة ده يهدى شوية ويرجع يقبلها تاني. في بعض الأحيان النادرة بيحصل كده، إنه أرجع أدخل يعني أعمل منع خالص لهذا النوع لمدة سنة أو سنتين، في بعض الحالات بنمنع سنتين لو كان الرد لو كان الفعل التحسسي من الأول شديد بمنع سنتين وأحيانا ثلاثة كمان. تمام. وأرجع أدخل تاني، بس باخد بالي وأنا بدخل إني أدخل ببطء شديد وبالراحة جدا، يعني ان هدخل مثلا الفراوله يبقى اخد حته فراوله قد كده. يا خبر، حاجه دي بتبين واشوف. تاني يوم حته اكبر سنه،
ثالث يوم اكبر شويه، عشان لا قدر الله لو لسه عندي رد فعل تحسسي ما يبقاش عنيف ويدخلني في مشكله، يا دوبك يبقى اقدر احس انه في اعراض بدري او اعراض بسيطه، ما تبقاش رد الفعل شديد قوي. والله لو حصل ده تمام خلاص، يبقى الحمد لله احنا قبلنا، بنقعد اسبوع تقريبا بالتدريج كده، بندخل الشيء ده بكميات بسيطه، يمكن على امل ان الجهاز المناعي يتظبط، ان الدنيا تظبط. وبرده ببقى حريصه طول الوقت انه ما يتاكلش كميات كبيره من الماده دي في اي وقت، يعني حتى الطبيعي. يعني انا لو انا حتى ما عنديش مثلا حساسيه من المانجا، وجيت في يوم من الايام اكلت قفص مانجا، اكيد هيحصل لي منها حساسيه. اكيد. فاذا ايه ده، كتر الاكل من الحاجه بيعرض لده. اصل في ناس، ده المانجا دي الناس بتقعد في البانيو وتقعد بقى تفرش. ما هو لا، بيحصل منها حساسيه مع الكميات الكبيره. في دلوقتي كمان الحمد لله بعض انواع الاكل بنعالج الحساسيه بتاعته. ازاي؟ في زي ايه برضه؟ بيبقى نوع من انواع التحصين كده او الفاكسين، بيتاخد كحقن، بندي الجسم الماده اللي هي المهيجه بس بجرعات بسيطه وبجرعات مترجه، على امل ان الجسم يقبلها. ده علاج متوفر لبعض انواع الاطعمه في المركز القومي للبحوث. مش كل الاطعمه بنقدر نعمل لها الحكايه دي، او طبعًا نعمل لها ديسنسيتايزيشن بنسميها كده، تقليل التحسس. تقليل التحسس من بيبقى زي نوع من انواع التطعيم كده، بس بتاخد على فترات طويله، ممكن على سنه نبدا ناخد العلاجات دي. ممكن بعد السنه دي الجسم يبدا يقبل هذه. جميل. والتطعيمات دي لما اعرف ان انا عندي حساسيه ابتدي اخد، مش فكره ان انا، اصل هم ممكن الناس دلوقتي تفتكر ان التطعيم ده اول ما البيبي يتولد من ضمن التطعيمات اللي انا بديها له. لا لا لا، دي هي مش بس ماهاش تطعيم يعني تحصين يعني، لا هي اعاده تظبيط التحسس. اعاده تظبيط، حلو اللي احسن. لان هو اسمها كده دي سنسيتايزيشن. اعاده ان انا ارجع تاني الجسم ما يتحسسش من الماده اللي هو حصل منها اوريدي الحساسيه. جميل. استاذه حضرتك معانا استاذه انشراح من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي. والله حضرتك انا لما باخد اي ادويه بقالي كام سنه، من ساعه ما ولدتي ولادي توأم، هم ما شاء الله يا حبيبي عندهم 11 سنه. ما شاء الله، ربنا يبارك. بقالك 11 سنه يعني؟ ايوه. عندك ايه بقى؟ طبعا هم جيت اولد ما كانش حصل لي الحاجات دي قبل الولاده، فطبعا هم كانوا ادوني حقنه كده بالغلط، كان ثاني يوم العمليه الصبح عشان يولدوني. فمن يومها بقى اجي اكل اي اكل يجيلي حساسيه، فراوله، لبن، جبن، لحوم، اي حاجه بيجيلي بقع صفرا كده واكلام في جسمي وجسمي بينفخ. ده من اي اكل بتاكليه؟ اي اكل باكله، طماطم، صلصه، اي حاجه. انت بتاكلي عايشه على ايه طيب دلوقتي؟ والله انا باكل، وبرده يعني باكل، لازم ناكل اي حاجه لو حاجه بسيطه. طبعا. وطبعا اي ادويه باخدها انا ماشيه من غير ادويه. كنت واخده، خدت كورتيزون زود جسمي، كان جسمي الوزن بتاعي 59 كيلو، بقيت دلوقتي الوزن بتاعي كبير يعني. انت اخدتي كورتيزون مده طويله؟ نعم. اخدتي الكورتيزون ده مده طويله؟ لا، اخدته 4 ايام. ده عشان تتعالجي من الحساسيه؟ انا ما بتعالجش من الحساسيه، لا، مش لاقي اي دكتور يعالجني من الحساسيه اللي عندي. حاضر، هنرد عليكي. حاضر يا استاذه انشراح. طيب معانا برضو الاستاذه مؤمنه. السلام عليكم. الو. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايزه اسال الدكتوره. طبعا اتفضلي يا حبيبتي. 8 شهور. بنتك؟ ايوه. تمام. انا مستمعه. وهي عندها سوء تغذيه مش بتكبر، وكانت الدكتوره بتاعتها يعني قالت لي ان عندها سوء تغذيه. وعايزه اعرف بقى اكلها ايه، اعمل لها ايه، ايه اللي يساعد معاها. بنتها عندها 8 شهور وبتعاني من سوء التغذيه. 8 شهور. تمام. فتعمل ايه علشان تاكلها وتغذيها؟ هي بترضع ايه يا حبيبتي؟ هي بترضع لبن صناعي. بداتي تاكليها؟ لا لسه، لان انا كل ما ابدا اكلها اي حاجه اللي هو بتبدا يحصل لها نزله او يحصل. تمام. كشفتي قبل كده ولا ما حدش اداكي تشخيص، او ما حدش قالك السبب؟ لا ايه؟ لا لسه ما كتبتش قبل كده. وانا كنت هي تقريبا وزنها كام؟
وزنها كام؟ عندها 8 شهور، وزنها كام؟ تقريبا كده 7 و10، 7 كيلو و10 جرام. 7 كيلو. تمام، حاضر حاضر يا استاذه مؤمن. طيب معانا الاستاذه زينب. السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لو سمحت عايزه اقول للدكتوره، حسبتني على طول لسه مسدوده عن الاكل وبتخف، وعمل لنا تحليلات غده، عمل لنا حاجه طلع عندها الحلزونه، الجوده الحلزونه. دي عندها كام سنه؟ عندها كام سنه؟ عندها 15 سنه. ايه؟ 15 سنه. 15 سنه. تمام. ودينا للدكتور قطع لازم الحلزونه، بس ما فيش فايده وبتخف كده على طول الصبح. اكلنا عندها 6 كيلو. هي وزنها كام؟ وزنها قد ايه يا استاذه زينب؟ لا انا ما اعرفش وزنها، بس ضعفانه جدا، ممكن عندها 6 كيلو بس. انت يا روحي. حاضر حاضر، هنرد على حضرتك. حاضر. كله حسن. يعني بص، احنا بنتكلم على اللبن الصناعي، تعالي نبدا كده من الاستاذه مؤمنه، لان هي بترضع بنتها لبن صناعي، عندها 8 شهور وهي عندها سوء تغذيه، فهي تعمل ايه بقى؟ بصي، هو 8 شهور والطفل بيرضع صناعي، والمفترض انه بياخد كميه الرضعات المفروض ياخدها، يعني برضو ما احنا لازم نشوف البيبي ونكشف عليه ونشوف هو بيرضع كام رضعه في اليوم. ما يمكن الطفل ده بيرضع رضعتين بس في اليوم، وده سبب عدم النمو الكافي. تمام. لكن اذا كان الطفل بيرضع الكميات اللي المفروض يرضعها ومع ذلك ما بيحققش الوزن اللي المفروض يحصل، يبقى لازم نبدا فورا ندور فين المشكله. تمام. يعني انا دماغي اول حاجه هتروح حساسيه قلبين. حساسيه قلبين، لانه ده طفل ما بيرضعش طبيعي، بيرضع صناعي، يبقى نسبه حدوث حساسيه القلبان عاليه. طفل رغم انه بيرضع صناعي، المعروف ان اللبن الصناعي بيتخن. لما ما ده ما يحصلش، معنى كده انه في عمليه بنقول بينفخ. يبقى اذا انه عمليه هضم وامتصاص اللبن ده مش ماشيه بطريقه سليمه. طيب بما ان الطفل مش محقق وزن، يبقى انا لازم اشوف هل انا عندي حاله تانية او مرض تاني مسبب ضعف او سوء نمو. تمام. ولا أو نوع اللبن، او نوع، هي النوع مش هتفرق، لانه كل انواع اللبن في السوق تقريبا حاجه واحده. صحيح. فانا لازم الطفل ده يتكشف عليه مظبوط، ولازم يبقى التشخيص ده وارد في دماغ الدكتور اللي هيشوفه، انه وارد جدا يكون عندي حساسيه من اللبن. صحيح. و8 شهور ده المفروض ده احنا يعني دايما كنا نسمع كده جدتنا وامهاتنا يقول لك ده بنقعده مع السفره معانا 8 شهور، يعني بياكل كل حاجه. بتقول لك برده مش ما بتقدرش تاكل، او هو الطفل لو انا مش أكل. مش مش يعني مش مش قابل مني اكل، او كل ما اديله اكل بيحصل لي منه اعراض. طب ده عرض اكتر ياكد التشخيص الاولاني، ان احنا في الجسم عنده رد فعل مش مظبوط ناحيه الاكل، مش قادر يقبل اي حاجه، مش قادر. فطبيعي جدا لما حد ياكل من بره الاعراض هتزيد. هي ممكن يكون الاعراض مش باينه وهي بتاخد لبن، يعني الولد مش مديني اعراض واضحه. يعني ما بيحصلش ضريه بشكل مستمر، اسهال بشكل اللي هو الاسهال او الترجيع بشكل مستمر، الحاجات الظاهره. ممكن يكون ده مش موجود، بس الامعاء من جوه وضعها ايه؟ صحيح. مجهده جدا وتعبانه. فعشان كده لازم الطفل ده الدكتور يشوفه مظبوط عشان نقدر نوصل للتشخيص، لانه ملهاش حل غير ان احنا نشخص عشان نقدر نقول لها. صحيح. نصيحه. بالظبط بالظبط. طيب استاذه انشراح بتتكلم ان هي ما شاء الله عندها توأم 11 سنه، وبتقول لك عندها مشكله من ساعه ما ولدت، عندها حساسيه كل حاجه. الاستاذه انشراح الحقيقه ربنا يا رب يكون في عونها ويشفيها، مثال لرد فعل العنيف، رد فعل التحسسي العنيف، بس لانه كل حاجه كده جالها فجاه، ما هو الجهاز المناعه اتجنن، فبقى مش قابل اي حاجه. ممكن يكون الحساسيه من الاول من حقنه، زي ما بتقول خدت حقنه عملت لها حساسيه، من ساعتها وجهاز المناعه بتاعها تعبان بيتعامل مع كل حاجه على انها حاجه غريبه وحاجه مضره، وبيبدا يهيج ضدها. فالحل ان احنا نرجع تاني، نرجع جهاز المناعه ده للهدوء، حاله الهدوء. تمام. ازاي؟ هي طبعا محتاج حد الدكتور تغذيه كويس طبعاً. يديها نظام غذائي بنسميه هايبو الرجيك، يعني مهدئ للمناعه او مهدئ للحساسيات. نظام غذائي بنشيل منه معظم الاكل اللي بيثير الحساسيه. هي يعني ما بتاكلش حاجه، ما هو هي تلاقيها بتدوق. هي تلاقيها من نفسها بتاخد من هنا. فللاسف هي مش مديه فرصه لجهاز المناعه بتاعها يهدى. يهدى. صح. فطول الوقت هو مستثار حتى ولو بكميات صغيره.
هي بتدخل له الحاجه بتدخل اللي هي عامله له هي ما امتنعتش تماما. لا، هو الحل ان احنا نمتنع تماما عن كل الحاجات اللي انت عارفه ان جسمك مش قابلها لفتره، ولتكن على الاقل 6 شهور، يعني ده اقل رقم، ولو اني انصحك تعمليها سنه. طب هي في مشكله مع الناس كده يا دكتور، تخصص الدكتور اللي انا اروح له، يعني هي حالتها المفروض التخصص ايه الدكتور اللي هي تروح له تقول له انا عندي مشكله زي دي؟ هي امراض مناعيه، ممكن أمراض دكتور مناعية. تغذيه علاجيه ممكن. يعني اعتقد دكاتره البطنه برضو بدانا يبقى في وعي عن التغذيه والحاجات دي معاهم، لكن هي دكتور التغذيه والدكتور الامراض المناعيه هم رقم واحد، رقم واحد في حالتها. جميل جدا. طيب استاذه زينب بقى بتتكلم عن حفيدتها 15 سنه وابتدت بقى ايه، يعني طلع عندها مشكله اللي هي ايه، الحلزونيه، في دوده حلزونيه. دي بتبقى عدوى طفيليه. 15 سنه دي مليون في الميه بتاكل من بره، يعني الفاست فود والحاجات الترانك فود والكلام ده. هي شكوى لفتت انتباهي في كلامها انها بتقول البنت كانها عندها 6 سنين. يعني معنى كده انه 16 سنه دي ما في عروسه طبعا، بدا يبان علامات البلوغ طبعا. فبما انه ده ما حصلش، وده معنى الجملة اللي هي قالتها، انه انا عندي مشكلة حقيقية. عندي مشكلة، لازم نبدأ ندور على السبب. هل هي السبب في الهرمونات؟ هل يعني السبب ملوش علاقة بقى بالتغذية خالص؟ ده احنا ممكن يبقى عندي مشكلة في الهرمونات، هرمونات البلوغ او هرمون النمو، او امراض مزمنة ليها علاقة مثلا بالسيلياك اللي هو حساسية القمح. على فكرة حساسية القمح يعمل كده، يأجل كل حاجة، يأخر كل حاجة، يوقف كل حاجة. يوقف حتى الدخول في حالة البلوغ. يا خبر، حساسية القمح. فإحنا يعني أنصحك أن أنت تاخديها لأقرب دكتور، سواء بقى كان دكتور أطفال أو دكتور باطني أو دكتور الدوكراين، يعني دكتور غدد. أيوة، أو دكتور تغذية. هي بتقول لك راحوا تقريبا الغدد، طلعت الغدة كويسة، يعني ما عندهاش مشكلة. بس الموضوع الهرمونات ده فعلا لازم حد يبدأ يتابع معاها. بالنسبة لعلاج الدودة الحلزونية، هو المفترض انه علاج سهل، بس برضو العدوى بيه او اعادة العدوى بيه اسهل. فانا ممكن اتعالج النهاردة واتعدي بكرة. فما عادش حاجه. الحلزونيه دي بتيجي من ايه بقى؟ تيجي برضه حاجات تلوث، اكل مش مغسول، ايديها مش نظيفه، خدت اكل مكان حد، دي مش نظيفه، حد في البيت عنده الدوده دي عاداها. فاحنا بننصح لما يبقى في عدوى زي كده في البيت، كل البيت بياخد العلاج مع بعضه. يا خبر، البيت كله. لازم. طيب احنا معانا استاذه ايمان من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه ايمان. طبعا اتفضلي، اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. أهلا دكتورة، لو سمحتي، أنا بنت عمرها 5 سنين ونص، وزنها ضعيف خالص، وزنها 13 كيلو. تمام. فوديتها الدكتور وتابعت معاها، وبرضه الوزن ثابت، مش عارفة أعمل إيه. وعملت تحاليل غدة، وعملت لها صورة دم كاملة، وبرضه كويسة خالص، بس الوزن مش بيزيد. مش بيزيد. ماشي، حاضر. الوزن، الطول أخباره إيه؟ طوله كويس، على سنها كويس. يعني طولها على سنها كويس، المشكلة في الوزن بس. الوزن يعني ضعيف، ومش عارفه اعمل ايه فيه، واكلها اصلا قليل، الشهيه بتاعتها قليله خالص. ما فيش يعني انيميا، ما فيش ديدان؟ اتاكدتي عملتي تحليل صوره الدم؟ ما فيش انيميا؟ لا، ما فيش انيميا. ما فيش عدوى ديدان؟ عملت لها تحليل براز؟ لا، في ديدان. في ديدان؟ في ديدان. تمام. ديدان بس خدت كذا جرعه، يعني جات لها كذا جرعه منها، بس المشكله في قله الاكل والوزن ضعيف. حاضر يا استاذه ايمان، حاضر. هنرد على استاذه ايمان وعلى سؤالها، لان انتوا يعني ايه كمان بتطلعوا لنا شويه اسئله كده، عشان برضو لازم نبقى نفهمها. فكره حساسيه القمح، حساسيه القمح ده مهمه جدا، وفي حساسيه الفول، فبرضو الحاجات دي هنعرفها من حضرتك. ولكن استاذنك استاذه مشاهدينا الكرام، نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية.
مرحب بحضراتكم مرة تانية. وكنا بنتكلم بقى قبل الفاصل، كان معنا أستاذة إيمان من سوهاج، وكان سؤالها عن بنتها 5 سنين 13 كيلو، طبعا الوزن مش مناسب للسن، ضعيفة جدا، سوء تغذية، عملت ديدان، عملت تحاليل، حتى الديدان بتقول ان هي خدت كذا جرعة وبتقول انها اتعالجت. حضرتك كان ليكي تعليق على فكرة الديدان دي؟ هو طبعا 13 كيلو وهي 5 سنين ده تحت الطبيعي، بس انا سالتها على الطول فهي قالت ان طولها كويس، فده في حد ذاته علامه جيده، كويس النمو كويس يعني، بس لازم الطفل يكشف عليه بطريقه دقيقه شويه ونشخص احنا ليه عندنا ضعف في الوزن بالطريقه دي. في عدوى الديدان المفروض انها تتعالج، ولازم اتاكد انها اتعالجت، يعني العلاج لازم يبقى جرعتين، ده أقل حاجة جرعتين. تمام. احنا ممكن نحتاج نديها 3 ما بين الجرعة والتانية أسبوعين. وبعد ما بنخلص الجرعات دي لازم نرجع تاني نعيد تحليل البراز تاني. لازم عشان نتأكد إنه خلاص الجرعات دي جابت نتيجة، وإلا ممكن نكمل. صح. بالإضافة لإنه لما يبقى في عدوى لازم البيت كله بيتعالج مع بعضه. علشان ما يبقاش في إعادة عدوى مره ثانيه، حتى في الديدان، حتى في الديدان طبعا. ما انا ممكن اتعالج النهارده وتعدي بكره، ده الطبيعي. نبطل ناكل من الشارع تماما، نحافظ على نظافه الاكل ونظافه الايدين قبل الاكل، كل الحاجات دي مهمه جدا عشان ما يحصلش اعاده عدوى تاني مره وابقى انا ما عملتش حاجه. صحيح. هي بتقول ان شهيتها ضعيفه، وده في حد ذاته يعني علامه لازم نتوقف عندها. الطبيعي ان احنا نجوع وناكل، ربنا خلقنا بنجوع وناكل. لما يبقى الطفل فاقد للشهية فده في حد ذاته علامة لازم ندور وراها. من ضمن أسباب فقدان الشهية الأنيميا. من ضمن أسباب فقدان الشهية ارتباط الأكل بأعراض معينة ولو كانت بسيطة، يعني حتى لو مغصة بسيطة. يعني الطفل ذكي جدا على فكرة. هو مرتبط إن في دماغه أو في ذهنه إنه لما بياكل بطنه بتوجعه، فطبيعي رد فعل طبيعي يخش عايز ياكل. صحيح صحيح. فأنا لازم أدور هو ليه فقد الشهية. لازم الأم تبقى عندها استعداد وصبر إنها تغير له في شكل الأكل وتديله اللي هو بيحبه، وتدخل تعمل ميكسات للحاجات مع بعضها. يعني لو هو ضيع طعم حاجه في حاجه، ما بحبش البيض خلاص انا مش هستسلم. انا لازم احط البيض في كيكه، احط البيض في بطاطس، احط البيض بشاميل. لازم يبقى اذا عندي بدائل. الطفل مثلا ما بيحبش الخضار، طب انا مش هستسلم. صحيح. انا اعمله له كذا طريقه عشان يحب. هو ده الفكره، ان احنا لازم ندور ايه اسباب فقدان الشهيه. في أدوية بتفتح الشهية، بتساعد على الهضم والامتصاص بشكل أحسن يعني. بس هو مش الأول إن احنا نتجه للأدوية. لازم نشوف الأول المشكلة فين، ولو احتاجنا ندي فواتح شهية مفيش مشكلة، بحيث إنها بتساعد عملية الهضم والامتصاص. لكن نتجنب الفواتح اللي بتعتمد أو اللي بتشتغل على المخ. دي أنا بحبهاش خالص، خصوصا في الأطفال. ونحاول نغير طبيعه الاكل. طبيعه الاكل. صح. طبيعة صح. الأكل. ممكن يكون الامهات ساعات بتقدم بطريقه تقليديه او طعم الاكل او الطفل نفسه بيكي ايتر، اللي هو بيختار اكل، هو بياكل حاجه معينه يعيش على كذا. يعني هو ما بيحبش الا كذا، ما بيكره بقيه الاكل، او السلكتيف ده، او ان هو يبقى عايش على نوع واحد من انواع الاكل. ده برضو من ضمن الحاجات اللي تعمل لي سوء تغذيه شديد. الجسم محتاج كل حاجه، كل الخضار. ما فعلا يا دكتور، في اطفال كتير تقول لك ايه، لا انا ما بحبش الكوسه، لا انا ما بحبش الفاصوليا، فيمنع نفسه عن اكلات معينه، بس هو بياكل الباقي كويس. حسب بقى كميه الباقي ده، بياخده بكميات كويسه، بيوفر، بيعوض. اتس اوكي خلاص، انا واحد ما بحبش الكوسه، خلاص اشبلها كوسه. عندي انواع تانية وفرايتيز تانية من الخضار ممكن تكفر. صحيح. طب لكن لو حد بيقول لك انا ما بحبش الالبان بمنتجاتها، بقى عندي مشكله. طبعا انت ما بتحبهاش، يعني معنى كده انه في مصدر قوي للبروتين والكالسيوم وفيتامين د انت شايله. طب هل عندي مصادر تانية تعوض ده؟ طب انا مش مضطره اشيله، ما عنديش سبب يخليني اشيله. فاحنا لازم بقى ساعتها نتحايل. صحيح. ما نستسلمش. صحيح. ما بحبش البيض، لا، البيض كقيمه غذائيه عاليه جدا. في بروتين وفي دهون مفيده وفي اوميجا وفي في حاجات الجسم محتاجها. صحيح. طب انا مش هاخده بصورته دي، طب اغير.
هو ده اللي انا بقول عليه. هل انا اقدر اخد بقيه العناصر اللي جسمي محتاجها من الاطعمه الثانيه؟ خلاص هنشيل حاجه او اتنين، مش مشكله، مش مشكله. لكن اللي منع الاكل ده خالص، ده بقى اللي مشكله. ده لازم ندور السبب، السبب لازم ندور على السبب ونتاكد انه الجهاز الهضمي بتاعه سليم بيشتغل كويس، والا هيبقى في عندي مشكله. صحيح. معانا استاذه ايه من الشرقيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي، اتفضلي سؤالك. بنتي يا دكتوره، زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي، منع كل حاجه، بيض ولبن وكل حاجه. كل حاجه انت بتقولها دلوقتي بنتي منعاها. تمام. ضربات قلبها النهارده بقى، هي بقى لها 3 ايام كده ضربات قلبها سريعه طبعا، وشفايفها زرقت، واسمها من فوق كده دماغها مش مثلجه. عندها قد ايه؟ كام سنه؟ عندها 4 سنين يا دكتوره، من وهي صغيره رافضه الاكل نهائي، ولا بروتين ولا بيض ولا اي حاجه، الاكل البيت اللي احنا بنعمله. طب بتاكل ايه؟ عايشه على ايه؟ ممكن بطاطس محمره، باكو بسكوت، اي اكل من بره، شيبسي بقى والشيبسي والحاجات دي. تمام. بس انت وصلت لشفايفها الزرقاء كده انيميا، يعني 3 مرات كده ضربات قلبها تبقى سريعه وتنهد. طب شفايفها كده تزرق مع انيميا شكلها. انت وزنها قد ايه كده يا استاذه ايه؟ وزنها وزنها ضعيف جدا، يعني حوالي ايه مثلا؟ ما شفتش وزنها قبل كده. يا 4 سنين. 4 سنين، هي المفروض يبقى كام الاربع سنين؟ 4 سنين يبقى في حدود 16 كيلو. 16 كيلو. يعني مش عارفه خالص. خلاص يا استاذه ايه، حاضر هنرد عليكي. الشفايف الزرقاء دي انا اعتقد انها انيميا. هي انيميا، وممكن تاخدني في حته القلب او الرئه. ما انا عايزه اطمن. ما انا اعراضي كتير، الاعراض كتير تعمل لي مشاكل، وبعدين الانيميا تاثر على القلب. يعني احنا عندنا نوع من انواع فشل القلب اسمها انيميك هارت فيلير، يعني فشل عضله القلب بسبب الانيميا. يعني هي انت دايركت على طول على دكتور القلب. لازم البنت يكشف عليها. لازم نشوف هي سبب سوء التغذيه والضعف العام الشديد ده سببه ايه. لازم تتشخص. لازم تشخص طالما وصلنا للاعراض اللي هي نقدر نقول عليها خطير. بالظبط. انت سيبك بقى من الاكل ومن الحاجات دي الاول، بس نشوف السبب الرئيسي، وبعد كده اظن يا دكتور يعني ان شاء الله لما ربنا يكرمها تتشخص صح، وفكره مثلا الاعراض دي تتظبط، الاكل بقى هيتظبط معاه. هو طبيعي، هو لازم نعرف هي ليه رافضه الاكل. ليه رافضه الاكل؟ يعني انا لازم، هو معظم الحالات اللي بتبقى كده بيبقى عندي مشكله. هو الطفل مش غبي. صحيح. الطفل جسمه بيتعامل مع الـ مش عارف يعبر بالكلام، فبيعبر بالتصرف. هو بيرفض الاكل لانه في عنده اعراض. هو مش مستريح للاكل. صحيح. يعني انا بجد بشكر حضرتك جدا، ويعني نتمنى نكون جاوبنا على كل الاسئله اللي احنا سمعناها النهارده، مع ان كان عندي حاجات كتير، بس ان شاء الله هيكون لينا لقاء اخر. دكتوره ايمان حبيب، استشاري التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتينا. بشكركم، ربنا يخليكي. بشكركم مشاهدينا الكرام، وباذن الله الاسبوع القادم حلقات جديده من برنامج البيت. دمتم في رعايه الله.